Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yekulullahu tebareke ve teala ve iz kulna lil melâiketi secudu li âdem fe secedu illa iblis ebâ ve istekber ve kâne minel kâfirîn. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وصلنا إلى قول الله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وقلنا اهبطوا هذه الجملة عطفت على ما قبلها بالواو وهي معطوفة على جملة سابقة ليست متصلة بها لأن ما قبلها فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فقوله تعالى وقلنا اهبطوا ليس عطفا على قوله تعالى فأزلهما الشيطان وجاء العطف بالواو ولم يأتي بالفاء لأن قول الله تعالى وقلنا اهبطوا ليس متفرعا على قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها وقلنا اهبطوا معطوفة على الجمل التي قبل قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها معطوف على قوله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وقلنا اهبطوا منها هذا هو سياق الكلام لأن قوله تعالى وقلنا اهبطوا ليس هو متفرع على قوله فأخرجهما الشيطان عنها وقلنا اهبطوا الهبوط هو النزول من أعلى إلى أسفل والمراد هنا أمر الله عز وجل لآدم وحواء أن ينزل من الجنة إلى الأرض النزول إلى الأرض وجاء التعبير بقوله تعالى اهبطوا وهما اثنان آدم وحواء وكان مقتضى إرجاع الضمير إلى الاثنين أن يقال اهبطا وقلنا اهبطا فكيف هما اثنان ويقال لهما اهبطوا بالجمع اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال أهل العلم يحتمل أن يكون الجمع هنا يراد به آدم وحواء وإبليس أيضا قد يقال إبليس قد أخرج من الجنة قبل هذا الوقت لأنه كما ذكر القرآن في مواضع متعددة أن الله عز وجل أخرجه من الجنة فور امتناعه عن السجود بمجرد ما قال أنا خير منه عندما خلق الله آدم وأمر الملائكة بالسجود له امتنع إبليس عن السجود هذا كان سابقا لأكل آدم من الشجرة وحدوث الخطيئة المعصية منه وإنزال حتى كان سابقا فالله عز وجل قد أخرج إبليس من الجنة قبل هذا الوقت عندما قال أنا خير منه أمر بالسجود فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم كما ورد في الآية الأخرى ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه
خلقتني من لاي وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. إذن آيات القرآن كلها تنص على أن إبليس أخرج من الجنة قبل هذا الوقت. طيب إذا كان أخرج قبل هذا الوقت كيف يؤمر بالخروج مرة أخرى؟ فقالوا يحتمل أن يكون هنا الأمر بقل نهبطه وشموله في هذا الضمير، لأن الأمر الأول أمر إخراج، والأمر الثاني بالهبوط هو أمر حرمان، بمعنى أنه ليس له أمل بعد ذلك. فخوطب في الخطاب الأول بأمر خروج وإخراج، ثم بعد ذلك أكد هذا الأمر مرة أخرى ليفيد أن إخراجه هو إخراج حرمان لا أمل له في العودة. هذا احتمال. هناك احتمال آخر وهو الأقرب، أن التعبير في لغة العرب عن الاثنين بلفظ الجماعة هذا سائغ وكثير ومتكرر في القرآن وموجود. مثلا يقول الله تبارك وتعالى من باب التفنن في الأساليب وليقع الكلام في أذن السامع موقعا يأخذ بالألباب، تجد أحيانا التعبير يعبر عن المثنى بالجمع في لغة العرب وفي كلام الله وفي الأحاديث النبوية. من ذلك قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة اثنان، القرآن قال فاقطعوا أيديهما، الأيدي جمع، فرجع الضمير عليهما بالجمع من باب التفنن في الأساليب. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. إن تتوبا إلى الله، الضمير هنا على اثنين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهما عائشة وحفصة، بدر منهما ما خالف رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ما حصل منهما من مخالفة ما يحبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم والسيان، فأمرهم الله عز وجل أن يتوب منهم، لأنه ليس هناك أحد معصوم غير الأنبياء، حتى الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والناس الكمل. لابد أن نضع في أذهاننا قاعدة لابد أن نفهمها بحيث لا يكون عندنا غلو زي ما يحصل غلو عند الشيعة في بعض الصحابة، ولا ما يحصل من الغلو حتى في بعض الشيوخ المعاصرين كأنه يغالي في شيخه حتى أنه يجعله قد لا يخطي ولا يسمع لي كلام غيره، هذا خلاف الشرع، هذا ليس فهما صحيحا وإنما يدل على جهل وعدم معرفة بأحكام الشريعة وبمقاصدها وبما الله عز وجل بيّنه لنا في كتابه وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أجمعت الأمة على أنه ليس هناك أحد معصوم حتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من خيارهم، حتى من أبي بكر الصديق، حتى من عمر، ليس هناك معصوم من هذه الأمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عصمه الله، الله عصم الملائكة وعصم الأنبياء وعصم الرسل، لكن لم يعصم أحد، لم يعطي عصمة لأحد. لابد أن نضع هذا في أذهاننا حتى لا نغالي، لأن الغلو هذا هو الذي يهلك الأمة، هذا هو الذي يقسمها، هذا هو الذي يفرقها، هذا هو الذي يجعل بأسها بينها شديدا. وهذا الذي نراه الآن من الصراعات والانقسامات سببه عدم الإنصاف، عدم اتباع الحق، عدم الاعتدال، الغلو إلى جهة من الجهات، هذا هو الذي يضر. وذلك هذه الآية تقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن الطاهرات العفيفات الصالحات القانتات المؤمنات، قال لهما لعائشة وحفصة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. عائشة وحفصة كم لهما من قلب؟ لهما قلبان، لكن القرآن ماذا قال؟ قلوبكما، جمع القلوب، فجمع هنا مع أنهم اثنين من باب التفنن في الأساليب، والعرب تعودت على هذا واستحسنته وذكرته. وذلك تجد امرأة القيس
يقول عربي قح قفا بها صحبي قفا بها صحبي صحبي علي مطيهم. وفي الواقع يقولون لا تهلك أسن وتجملي، يقولون بها صحبا وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقول لا تهلك أسن وتجملي، يعني ابن القيس يخاطب بلفظ صاحي أصحاب جماعة وقوفا بها صحبي علي مطيهم. وفي الواقع له صاحبان فقط ذكرهما في أول معلقته المشهورة، قفا نبكي بين حبيب ومنزل، يعني هما صاحبان بسقط اللواء بين كذا وحومي. فالكلام إذن العرب تذكر الجمع وتريد به الاثنان، هذا هو السياق الذي ورد في هذه الآية. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، مراد آدم وحواء، ولكن الخطاب أتى بصفة الجمع. باب التفنن في الأسلوب، لأن الآيات التي قبلها كلها بلفظ المثنى، فيستحسن تلوين الخطاب وتنويعه. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا. فلما تكررت المثنيات حسن أن يأتي الكلام بعد ذلك بلفظ الجمع، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. بعضكم لبعض عدو، هذه الجملة مفادها أنكم تهبطون الأرض حالة كونكم متعادين أنتم والشيطان، ليس هناك بينكم مودة، إنها عداوة قائمة حقيقية، بعضكم لبعض عدو. جملة حالية، اهبطوا والحال أن بعضكم لبعض عدو، هذه حالتكم، ليس عندكم حالة غيرها، لا يتغير عليكم الأمر، العداوة متأصلة متعمقة متمكنة بينكم وبين الشيطان، هذا فائدة الجملة الحالية. والجملة الحالية بعضكم لبعض عدو، في القواعد النحوية لما تكون جملة اسمية تقترن بالواو، هنا لم يأتي الواو لوجود الضمير فيها. الجملة الاسمية إذا كانت حالا تقترن بالواو، فإذا كان فيها الضمير يستغنى عن الواو، لا تأتي الواو. بعضكم لبعض عدو، كما تقول يعني رأيتك الشمس طالعة عليك، المطر ينزل عليك، لكن إذا كان ما فيش ضمير يرجع تأتي بالواو، تقول رأيتك والسماء تمطر. فالجملة الحالية إذا لم يكن فيها ضمير يرجع إلى المتكلم والسابق فيؤتى فيها بالواو، فإذا كان فيها الضمير يكتفى بالضمير ولا يؤتى بالواو، وهنا لم يأتي الواو. الله عز وجل يقول اهبطوا آدم وحواء من الجنة، والحال أنكم والشيطان أعداء لا تتفقون. وهذا الله عز وجل ذكره في آيات كثيرة وبينه لنا، قال الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني هذه عداوة متلازمة ولازمة ولا انفكاك منها، لكن الناس يعني قد يتكلم على أن الشيطان عدو له وهو يتبع سبيله وهو يفعل ما يأمره به، وهذا أمر في غاية الغرابة، لأن الإنسان العاقل لا يصادق عدوه. هذا الإنسان العاقل يمكن أن تتبع عدوك، إذا أنت مثلا عندك إنسان تعرف أنه عدو لك ويريد أن يريدك المهالك ويريد أن يجرك إلى مكان ليحوطك بجيشه وبجنوده وليقتلك وليعمل ما يعمل، وتعلمنا أناس أو جماعة يتآمرون على أهلك وعلى بلدك وكذا، وإذا كنت تعلمهم كذلك فمن الحماقة ومن الغفلة أن تتبع سبيلهم، لأنك تقود نفسك إلى هلاكك. وهذا ما يفعله الناس، يعلمون أن الشيطان عدو
ولكن إلا من رحم ربك يتبع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ليتبع خطوات الشيطان معناه مصيره مصير الشيطان، مصير الهلاك، مصير النار. ولذلك الإنسان لابد من حين لآخر أن يذكر نفسه من هذه الغفلة. كل إنسان لأن الناس غير معصومين، لكن لابد أن يذكر نفسه بأنه يتبع عدوه. عندما تسوي نفسك بمعصية أو بمخالفة أو بمجاملة من تعلم أنه على باطل وتتبع سبيله، لابد أن تذكر نفسك أن الله عز وجل حذرك من اتباع خطوات الشيطان لأن فيها الهلاك. وذاك الفضيل ابن عياض رحمه الله كان طبيب نفسه، كان يخاطب نفسه ويقول: يا كذاب يا مفتري. يخاطب نفسه: تزعم أنك عدو للشيطان في العلانية وفي السر أنت صديقه. هذا ما يفعله كثير من الناس في العلن. ما في أحد يقول لك أني صديق الشيطان ولا نحب ما يفعله الشيطان، لا، كل واحد يتبرم فعل الشيطان، لأن الشيطان مصيره معلوم. يعني الشيطان يوم القيامة بعد ما يوقع الناس في الهلاك يتبرى منهم: وعدتكم فأخلفتكم، هكذا يقول الله عز وجل: وعدكم ولم تسمعوا كلامه، ووعدتكم فأخلفتكم، ويتبرى منهم. يقول: ما كان لي عليكم من سلطان، ما كنت يعني قادر عليكم ولا عندي قدرة، أنا ضعيف حقير مثلكم في ذلك الوقت، لكن زعمتم أني قادر واتبعتموني. فيتبرأ منهم: ما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. لا أنا أستطيع أن أنفع نفسي ولا أنقذها، لا، ولا أنتم تستطيعون أن تفعلوا ذلك. وذلك التحذير بين وواضح، ولابد الإنسان من حين لآخر أن ينبه نفسه إلى عداوة الشيطان، وأنها عداوة حقيقية، ليس فقط في أنه لا يصلي أو أنه يشرب الخمر أو أنه يزني أو أنه يسرق، بل في كل موقف من مواقف يتبين له الحق والباطل، يعلم أنها طريق صحيح أو أنها طريق هذا مشبوه أو مغشوش أو ليس طريق نجاة، قلبه غير مطمئن إليه فلا يتبعه، لأن هذا اتباع خطوات الشيطان. هذه خطوات الشيطان، لأن الشيطان أو الظالم أو الهالك أو من يريد أن يفسد في الأرض هو لا يأتيك هكذا مواجهة ويقول لك: أنا شيطان، ولا يأتيك ويقول لك: أنا لا نريد الشريعة، ولا يأتيك مواجهة ويقول لك: أنا أحب سرقة المال وأحب الفوضى. لا يأتيك بهذه الصورة، لأن ما في، لو يأتيك أحد بهذه الصورة لا يمكن أحد يسمع كلامه، والناس كلها تقوم عليه قومة واحدة ويهلكونه، لكنه شيطان يعلم من أين يأتيك، يأتيك بأساليب مختلفة فيصور لك الحق باطلا ويلبس عليك الأمور ويخلط لك أحيانا المصطلحات والأسماء حتى لا تستطيع أن تميز وتظن أنه يقودك إلى الحق، ولكن في نهاية المطاف تجد قد هيأ لك حفرة لا تخرج منها. فنريد أن ننبه إليه الناس والمسلمين الآن، هناك كثير من المغالطة وال يعني التلبيس على الناس بألفاظ ليست هي مرادا بحقيقتها، لا يراد بها حقيقتها. انظر إلى كلمة إرهاب الآن في العالم، هذه الكلمة يطلقها الغرب وأعداء المسلمين، وهكذا بالونة في الفضاء عائمة هائمة ليس لها تعريف ولا لها توصيف، الآن يشتغلون عليه أكثر من 10 سنين هذه الكلمة، ولم يضعوا إلى حد الآن لم يضعوا لها تعريفا، لا تجد لها تعريفا، لأنه إذا عرفت خلاص حددت، يبقى بعد ذلك ما عاد يستطيعوا يستعملوها في كلام باطل، لأنهم إذا عرفوها أن قتل وأن يعني ليست هي المراد بها العدالة الإسلام وليس كذا، إذا وضعوا بهذه الصورة بعد ذلك معي لا يستطيع أن يصل إلى ما يريدون من أغراضهم، لكن تترك هكذا عائمة
بحيث تصلح مقاسا لأن يلبسوها لكل أحد. كل من يتبنى الإسلام ويريد أن ينتبه إليه يمكن أن يسوء بهذه الصفة ويبطشون به. القذافي كان كل من يحافظ على الصلاة يسميه زنديقا، حتى أدخل في نفس العامة أن يعني كلمة الزنديق هذه أبعدها عن معناها الصحيح. الزنديق في عرف الفقهاء وعرف العلماء وعرف الناس وفي الكتب هو المنافق، منافق في الإيمان، يعني ليس منافق يتكلم كذب فقط، بل منافق في الإيمان، في داخله أنه كافر لا يؤمن، وفي باطنه يدعي أنه مع المسلمين. هذا معنى كلمة الزنديق. لكن انظر كيف عوموها وكيف أخلطوا الكلام ولبسوها على الناس بحيث صارت عند الناس عامة الناس أنها ما يستطيع يطلقون على كل من يظهر التمسك بالشريعة، كل من يحافظ على صلاة الجماعة، كل من يلتحي، كل من يعمل أي سنة من السنن. وهكذا صارت في أذهان الناس زنادق، وحتى فتحوا لها أبواب وأقسام في أمنهم وفي مخابراتهم ووظائف وأموال تصرف من أجل تلبيس هذه الكلمة، حتى عندما يبطشون بهؤلاء الذين يحافظون على الجماعة لا يخطر ببلاحة أن هؤلاء يعادون صلاة الجماعة ولا يعادون الدين، لا، يعادون الزنادقة. وكلمة زنديق كلمة مكروهة عند الناس كلهم، والآن صار أيضا لبس على الناس في بلادنا وفي بلاد أخرى. كل ما يريد أن يتبنى الإسلام يطلق عليه كلمة إخوان، هكذا كلمة إخوان. كل من يريد أن يدعو إلى الحق، وكذلك في مصر وكذلك ألبيكم، ليس الغرض هو حزب معين ولا جهة معينة، لا أبدا، لا يقصدون ذلك، وأكد كأنهم لا يريدون ذلك، لا يريدون فلان ولا علان ولا حزب، وإنما يريدون تشويه صورة الإسلام عند العامة، بحيث بعد ذلك عندما يأتون إلى ما يريدون من استيلاء على الحكم، كل من يتكلم باسم الإسلام يرمونه بهذا الاسم الذي وضبوه وأدخلوه في عقول الناس أنه اسم منفر غير مقبول. فإياكم من تحذير، وأحذركم من تشويه المصطلحات وخلط الأوراق والتلبيس على الناس، هذا كله من عمل الشيطان. الشيطان كما قلت لكم لا يأتيك جهارا ويقول لك لا تصلي، لا يأتيك جهارا ويقول لك افعل كذا أو افعل كذا من المعاصي تعرفها، لأنك لا يمكن أن تطيعه بهذه الصورة، لكن يأتيك بصور أخرى مقنعة لك، يقول لك أنت الآن تريد أن تظهر الصلاة وكذا، هذا يعني معروف أنك تريد أن تتعالى عن الناس، تريد أن غرور، تريد أن تدخل في نفسك حب الرئاسة وحب، حتى من يريد أن يعمل أي عمل صالح قد يأتي الشيطان من هذا الباب من هذا التلبيس، يقول لك أنت هذا تريده للشهرة، دعه فيترك. تريد أن تصلي يقول لك لا، هذا أنت تريد أن يعرف أنك مصلي لا تعمل، تريد أن تفعل، ويأتيك بوجوه كثيرة تلبيسات لا أول ولا آخر. ولكن الله تبارك وتعالى قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، كل هذه خطوات لابد أن نحذرها وننتبه إليها، سواء كانت فيما يتعلق بأمور العبادية والتعبدية أو كانت بأمور سياسة الدنيا وأعمال الدنيا. لابد الإنسان أن يعمل لما يقيم الدين. هناك عبادات قد لا يتهيأ للناس أنها عبادات، قد يظن الناس أنها من أعمال السياسة، وهذا أيضا من تلبيس إبليس على المسلمين، لأنهم يقولون كل ما يريد أن يتكلم في السياسة لإقامة الدين لإصلاح الدين ليمكن المسلمين، يقولون هذا يريد أن يدخل الدين في السياسة. كلمة إدخال الدين في السياسة هي ليست كلمة منفرة، هذه كلمة المفسدين، بل الدين في السياسة في عمق السياسة. من كان يسوس الدولة الإسلامية؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يسوسها، هو الذي كان يقولها، هو الذي كان يؤمر الأمراء، هو الذي كان يرسل الجيوش، هو الذي كان يقرر العلاقات مع الدول ويرسل الوفود، أحكام الدولة كلها من كان يسوسها؟ كان يسوسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل شيئا غير الدين؟ أبدا، كل أفعاله وكل سلوكه وكل تصرفاته أقواله وتقريراته كلها دين، فكيف يقول لا الدين لا يدخل في السياسة؟ هذا كذب، ظلم. نرجع معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعلاقة بالآخرين أو تكليفهم بأوامر أو نهي عن نواهي
هناك شيء من هذا يخرج عن الدين؟ أبدا، لأن هذا هو الذي أمر به الله عز وجل، أمر أن نتبعه، أمر أن نطيعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لابد هذا أمر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فكل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الدين فيما يتعلق بالأحكام العامة. فقولهم إن هذا من تدخل الدين في السياسة كلام باطل، لا يغرنكم هذا الكلام. الدين في السياسة وفي الاقتصاد وفي الإدارة وفي التعليم وفي الصحة وفي كل مرافق الحياة لابد أن يكون الدين له مكان في هذه الأشياء كلها. فهذا أيضا من التلبيس، كل من يريد أن يتكلم الآن ويتدخل في هذه الأمور ويقول فيها رأيه، وهذا الواجب الشرعي على العلماء وعلى كل أهل الحق، ليس على العلماء فقط، كل من يعرف الحق لابد أن يصدع به. لهذا الوقت وقت ابتلاء، وقت فتنة. فلا يكثرونكم بالضجة والضجيج والإعلام الذي يملكه غير أهل الحق في الغالب في أكثر بلاد المسلمين، يملكها الناس الذين يملكون الأموال ولا يتورعون في الحصول إليها بأي صورة من الصور، باستلاب القوة، بالسرقة، بأي صورة، ويملكون الأموال ويصورون للناس أن هذا من تدخل الدين في السياسة، ويكثرون سواد أهل الظلم وأهل الحق ساكتون. وقد ينطلي على كثير منهم هذا الأمر وينجرون للأسف، حتى بعض الخير الآن انجروا إلى هذه الدعاية الفاسدة الآن التي نراها في مصر ونراها في ليبيا ونراها في تونس ونراها في كثير من البلاد، أن هذا من تدخل الدين في السياسة، وأن كل من يتكلم بالحق يقول إخواني. إحنا لا ندعو إلى أي حزب، لكن ندعو إلى الحق. لا يريد الناس أن يتلبس عليهم الأمر فيفسدون عليهم الصورة وينفرونهم من كل خير، ويضعون اسما معينا يجعلونه مثالا للتنفير، والغرض هو عداوة الدين. فلابد أن تنتبهوا إلى هذا الأمر، ولابد أن تكثروا سواد المسلمين. لا تجوز السلبية في هذا الوقت، هذا وقت امتحان واختبار. لا يجوز السلبية، والإنسان كل سنة ينتظر أن يأتي حكم الله وحكم الشريعة إليه وهو مستلق في بيتي على طبق من ذهب وطبق من فضة، ويحرك الريموت ويشبح الأخبار والناس يموتون وأهل الكذب يكذبون وهو يتحرق ويسكت. كل إنسان مكلف بما يستطيع. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لابد أن يسهم كل إنسان بما يستطيع، ويكثر سواد الحق ويكثر سواد المسلمين. هذا واجب شرعي لا يجوز الهروب منه. هناك واجب يسمى واجب الوقت. الناس قد لا يضعون العبادات مواضعها، فيظنون أنه يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن ويحافظ على الأذكار ثم يعتزل أهل الحق وأهل الخير ويقول اتركهم، ويتمنى أن ينتصر ولكن لا يفعل معهم شيء، مع أنه بإمكانه أن يفعل شيء. هذا ليس عبادة وليس فقه في الدين وليس بصيرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى كلامه الواضح، قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يفقهه في الدين. أحيانا الإنسان يكب على طاعة ويحرص عليها ويهمل ما هو أولى منها وما هو واجب، فيكون مخطئا وتضيع منها العبادة اللي يحافظ عليها الآن، قد لا يجدها إذا هو فرط فيما هو أولى منها ولم يقم دين الله عز وجل في الأرض وتغلب عليه عدوه، فهو لا يستطيع بعد ذلك. انظروا أنتم كنتم في رمضان، كنتم يعني تفطرون في أيام رمضان بقوة السلاح، بالقوة القاهرة، ورصي أن تعلن صيامك، وكنت تصوم يوم العيد، ألم يكن هذا لم تشاهدوه؟ فمثله كثير وغيره كثير. فأنت إذا لم تؤمن بلادك من أعدائك وتقيم حكم الله عز وجل ودينه فيها، فلا تستطيع أن تتحصل حتى على العبادة التي أنت الآن تحرص عليها. وهو معلوم في دين الله بالأحاديث الصحيحة وبإجماع المسلمين أن القاعدة الشرعية أن الإتيان بالفرض أكثر أجراً من التطوع بالأعمال التي تقربك إلى الله. لابد أن يضع الناس العبادات والطاعات وينزلونها ويرتبونها مراتبها،
فإذا كان الوقت يدعوك إلى أن تصدع بالحق وتقول كلمة الحق، فهذا هو الواجب العين يجب أن تعمله وأن تسهم فيه وتكثر به سواد المسلمين، لا أن تبقى في غرفتك تصلي وتصوم وتقول نكتفي بذلك، لأن إقامتك للحق وإقامتك للدين في هذا الوقت فرض، فرض عين لابد أن تسهم فيه. والأمر الثاني متطوع وسنة ومستحب. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. مهما عملت مثلا ليس بالعقل، لا تقول أني يعني نتقرب إلى الله وأني نصوم وأني متنسك وأني كذا، لا، هو اللي يعطي الأجر. من يعطي الأجر؟ هو الله، وهو الذي قال لك ذلك. فإذا اللي تفعل بعد ذلك كلها فهم خاطئ لا قيمة له. وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. الآن فرض الوقت أنك تسهم وتعين المسلمين وتكثر سوادهم حتى يقوم الحق ويقوم الدين، لأنك إذا أقمت الدين في الأرض بعد ذلك تأتي لعبادتك والناس كلهم يعبدون الله مطمئنين. تكثير سواد المسلمين واجب، فرض عين، كل إنسان لابد أن يقوم به عندما يكون هناك باطل. الآن نرى جماعة في جهة ما تستولي على نفط البلد، ثروة البلد كلها تسرقها، تسطو عليها بالقوة وتهرب بواخر لتبيعها، ويتم ذلك باسم الحفاظ على ثروة البلد وحراسته. انظروا كيف يكون التضليل. فهل يرضى الناس، هل يجوز للناس في شرق البلاد وفي غربها أن يسكتوا على هذا الظلم، على هذا الباطل؟ لابد أن يخرج الناس بمئات الآلاف في الشوارع يستنكرون حتى يقووا يعني المؤتمر الوطني في قراراته ويدعمونه ويستطيع أن يتخذ من القرارات ما يرضى من أمثال هؤلاء. لأن في مناطق متعددة المستشفيات تقفل أبوابها من مجرمين المتسلطين عليها، المخمورين، السارقين، عصابات تأتي إلى معسكرات تنهبها وترفع تأخذ ما فيها. يعني الناس يداهمون السجون ويخرجوا المجرمين ليعيدوا في الأرض فسادا، كيف الناس يسكتون على هذا؟ لابد أن يخرجوا ويقاوموا الباطل، وإلا يأخذكم كلكم، كلكم تؤخذون. انظروا ماذا حصل في مصر الآن، مع أنه انطلت على حتى التوجهات الإسلامية للأسف. يعني كان فيهم سذاجة وغفلة عظيمة جدا، جلسوا مع أعدائهم ووافقوا على إسقاط الحكم السابق اللي هو منتخب لديهم شرعيا حتى باسم المنطق الديمقراطي اللي نادي به الغرب. كيف تسمح بأن تجلس مع عدوك لتسقط حكما منتخبا انتخابا؟ انظر النتيجة الآن، حسني مبارك خرج من السجن وخرج البراءة. الناس كل من هو منتمي إلى أي توجه، دعكم من كلمة إخوان، هذه رأي كذب. كل من يريد أن يتبنى الإسلام أن يلاحقونه. وعاد إلينا زائر الفجر اللي كان في عهد جمال عبد الناصر، ثلث الليل الأخير من الليل، ليفترض في الناس أن يكون يلتجئ إلى الله، ومن يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر، ويركعون بالأسحار، يخرجون جنودهم مثل الجراد يأتون على كل شيء. كل من فيه نبتة خير يعتقلونه ويدخله غاياه للسجون ولا تسمع معه عليه شيئا بعد ذلك. هذا هو الذي نراه الآن في بلاد مجاورة، انقضاض على ثورتهم التي يعني كانت تريد أن تقيم شيئا من العدل، لا نقول العدل كله، لكن شيء من العدل، تقضي على الاستبداد. من لا يعرف أن حسني مبارك كانت يده مع اليهود يقفل، يحاصر أهل غزة خناق شديد، ويعمل حصار فولاذي مع الاتفاق مع الأمريكان، عملوا حائط فولاذي إلى أعماق الأرض حتى لا يعني يسمحون لهم بالأنفاق التي لا يتحصلون منها إلا على القوت فقط ليعيشون. وبعد ذلك تحالف مع أعداء الله وعمل جدار فولاذي كنا سمعنا به من أجل حتى لا يخترق. الآن يخرج براء. يعني هل هناك شك بعد هذا فيما يجري؟ لقد تبين الصبح لذي عينين، وهو من أول الأمر متبين. الذي يريد أن ينبه المسلمين إليه في بلادنا ألا يغتروا بهذه الادعاءات وهذا الكلام الكذب الزور، لأنه سيأتيكم ما أتى لمصر. كل من يصلي سيلاحق، سيرجع الكلام كما كنا، زنديق، سيخرج عبد الله السلوسي براءة، سيخرج فلان براءة، سيحكمكم الإرهاب والظلم والقتل. وهذا ليس هو كل الشأن،
لأن من مات في إعلاء كلمة الله يموت في سبيل الله، والله عز وجل لا يعوضه 100 خير وخير من الدنيا. لكن القضية العاقبة في البلد لمن؟ عاقبة للظلم، العاقبة لمحاربة الإسلام، العاقبة تكون لهم بحيث يعني يستأصلون كل ما فيه خير من دين الله سبحانه وتعالى، يحاربون الله ورسوله، يحاربون الكتاب، يحاربون السنة. لكن هم كما قلت لا يأتونكم هكذا، هذه خطوات الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا يأتون هكذا جهارا إلى الناس ويقول لهم نريد أن ننقض أركان الدين، نريد أن نهدم الدين، لا نريدكم أن تصلوا، لا نريدكم أن تقيموا الكتاب والسنة. لو يأتونكم بهذا لا أحد يسمع منهم وينقضون عليهم، لكن يأتونكم بالحرص على الخير وبالحرص على، ويشوهون رموزا هي تتبنى الدين، بحيث أنتم بعد ذلك تنفرون من كل شيء اسمه دين. أرجو أن أكون قد أوضحت هذا الكلام، لأن هذا في غاية الخطورة. فالواجب الشرعي على المسلمين أن يكثروا سواد المسلمين ويخالفوا أهل الباطل ولا يوافقونهم. الله عز وجل هذا هو الذي أمرنا به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي أمرنا به. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يطلب من الناس أن يخرجوا لصلاة العيد أمر النساء مع أن لا تجب عليهم صلاة العيد، وخاطب الحيض بل هم لا معفون من الصلاة أساسا، وأمر الحيض والعواتق والنساء الصغيرات والكبيرات أن يخرجن لصلاة العيد ويعتزلن المسلمين. ماذا قال؟ ماذا علل هذا الطلب؟ يكثرن سواد المسلمين. فإكثار سواد المسلمين واجب فرض عين في هذا الوقت الذي يتعرض فيه المسلمون لهجمة قاسية لاستئصال حكم الإسلام وحكم دين الله في الأرض. فانتبهوا يا أولي الألباب، أبصروا، تنبهوا قبل فوات الأوان، وأرجو ألا يفوت الأوان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم وعلى كذبة بدون إجبار قد تخرج ممية على شيء الإسلام كان الكائن ثلثا قبل. أعيد عليه السؤال، ما سمعته، من يسمع السؤال يعيده. نعم، ما قولك في نفر طائر؟ ايه، وعلى قد ما يقولوا الإجماع أفطر خذ حتى جغم مية. ايه، قال لهم شيء ما أخذت مية أنا ما أصرف كان فوش. هو وين؟ هو مسافر يعني شن؟ نعم، هو مسافر ولا ماذا؟ هو مالك موجود، هو حتى موجود حتى توا نايم. تنبي لماذا يفطر؟ ما السبب في إفطاره؟ ما السبب في أنه يؤمر بالفطر؟ لأنه مريض، لأنه مسافر، ماذا؟ لا مريض ولا صحيح، ما في شيء. الطريق وما أدنى عليه المضرب. سؤال مش واضح على كل حال. طيب سلام، تفضل اجلس معي. تفضل اجلس، اجلس. إذا كان إنسان مريض ويخاف على نفسه يجب أن يفطر، إذا كان مسافر يجوز له أن يفطر، إذا كان أدى الفطر المغرب وهو في الطريق ينبغي له أن يفطر، لكن إذا ما عندهش عذر فلا حق له الفطر. هذا هو الجواب على السؤال. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله Yeah.
الصلاة. بعضكم لبعض عدو، عدو بعضكم مبتلى وعدو خبر، وبعضكم لبعض هذا يدل على أكثر من واحد جماعة، وعدو مفرد جاء خبر، فكيف يخبر عن الجماعة بالمفرد؟ قالوا لأن عدو هذا اسم أشبه المصدر في وزنه، فجاز أن يخبر به عن المفرد وعن الجمع وعن المثنى وعن المذكر وعن المؤنث، يجوز أن يخبر بالمصدر عن كل هذا. وذلك قال بعضكم لبعض عدو، وفي الآية الأخرى وهم لكم عدو، جماعة وهم لكم عدو، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. كلمة عدو هذه تصلح أن يخبر بها عن الجماعة وعن المفرد. قالوا مثل لفظ بعض وكل، عدو وبعض وكل، هذه الفاظ من ناحية اللفظية هي مفردة، ومن حيث المعنى تدل على الجماعة، وذلك يجوز لك أن تخبر عن الكل وعن البعض بلفظ المفرد وبلفظ الجماعة. يقول الله تبارك وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أخبر عليه بالمفرد، كل مع أنه جماعة في المعنى جماعة، لكن لأنه لفظ، لأن لفظه لفظ إفراد، أتى الإخبار عليه بقوله آتيه مفرد، وأخبر عنه بالجمع في آية أخرى وكل أتوه داخرين، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، يعني كل من في الأرض وكل من خلقهم الله وأهلكهم وماتوا عندما ينفخ في الصور هم جماعة وكثيرون، لكن لفظ لفظ مفرد كل أتوه جماعة داخرين، أتوه صاغرين لا يملكون شيء، أراد الله أن يقوموا فيقوموا، أراد الله أن يموتوا فماتوا. فكلمة كل وكلمة بعض يجوز أن يخبر عنها بالجمع وبالمفرد، وكذلك بعضكم لبعض عدو، عدو يجوز أن يخبر عنه على المفرد ويفرد يخبر به عن الجمع. وهذا في استعمال القرآن كثير ومتعدد، أحيانا يكون بهذه الصورة، وأحيانا حتى يأتي ذكر الجمع ويأتي ذكر المثنى ويعود الضمير عليه بلفظ المفرد، تنويع للخطاب وتلوين للخطاب، كما قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لم يقل لينفقونهما. فأساليب القرآن متعددة حسب ما يخطيه المقام من البلاغة والبيان. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أخبر الله عز وجل آدم وحواء بعد أن أمرهما بالهبوط، قال لهم أنتم وذريتكم لكم في الأرض محل استقرار. مستقر اسم مكان، اسم مكان من فعل السداسي استقر، وزنه وزن اسم المفعول. لكم في الأرض مكان للاستقرار ولكم متاع، يعني تستمتعون، يستمتع بعضكم ببعض، تستمتعون بطيب المأكل والمشرب والملبس والمعاشرة والمؤانسة ومتاع الدنيا الذي أباحه الله لكم،
لكم في هذا المكان اللي هو الأرض بعد أن نزلتم الجنة أنتم وذريتكم، لكم فيها متاع تستمتعون به ومحل استقرار وهناء وراحة بحسب راحة الدنيا إلى حين، إلى وقت، إلى أجل. هذا الحين، الحين كلمة الحين تعني مدة من الزمن وهي تختلف باختلاف، فهنا مراد إلى حين بالنسبة للأفراد إلى انتهاء أعمارهم، وبالنسبة إلى الدنيا إلى قيام الساعة، لأن كلمة الحين تصلح للوقت القصير والوقت الطويل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وقت قد يكون طويل وقد يكون قصير. يطلق على العشوة وعلى الغدوة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني جزء من اليوم يسمى حين، ويطلق على عمر الإنسان، ويطلق على، فالحين يطلق على القليل ويطلق على العام ويطلق على الدهر كله. ولذلك علماء المالكية قالوا من حلف ألا يكلم أحد مثلا حينا فإنه يجب عليه، أو حلف عليه أمر لا يفعله حينا فيجب عليه ألا يفعله عاما كاملا، لأن الحين في عرف القرآن أطلقه على يعني على السنة، وهو إثمار النخل، يعني تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وتؤتي أكلها وثمارها مرة في السنة، فأخذوا من هذا أنه ينبغي عليه ألا يفعل ذلك حين يعني عاما كاملا، فإذا فعل قبل العام يكون حارثا في يمينه. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تلقى بمعنى استقبل، وهنا أتى الفعل، أتى العطف بالفاء ليفيد عدة أمور، أتى الفعل بالفاء وأتى الفعل بلفظ التضعيف تلقى، لأنه في الأمور السارة التي يتطلع إليها الإنسان ويحبها يأتي الفعل هكذا بلفظ التلقي، وفي الأمور التي هي مسيئة ومنذرة ومخيفة يأتي الفعل بلفظ لقيا، وذلك يقال لقي العدو لأنه غير سار، ويقال تلقى الضيف وتلقى الوفد والمؤمنون تتلقاهم الملائكة في الجنة. كلمة تلقي والتضعيف هذا يفيد الأمر أن الأمر سار وأن فيه تكريم، فهنا إفادة بأن هذه الكلمات فيها بشارة لآدم، وعطفت بالفاء وأتت بهذه الصيغة لتدل على التلهف والتعجل، وأن أمر التوبة لا يجوز التسويف فيه، لأن هذه الكلمة التي تاب الله بها عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يستفاد منه أن التوبة لا يجوز التأخير فيها ولا التسويف فيها ولا التعطيل، لابد الإنسان إذا أذنب ذنبا أن يتوب، وأركان التوبة من الذنب هو أن يقلع، يعترف بالذنب أولا ثم يقلع عنه ويتركه، ولا يبقى في المكان ولا في الشعور بأنه يستمر فيه، والندم عليه، هذه ثلاثة أركان لابد منها للتوبة. وشرط التوبة هو أن الإنسان ينقي نفسه من المظالم، كان عنده مظالم بخلق لعباد الله، أكل المال بالباطل، الاعتداء على أحد، لابد أن يحلل نفسه من المظالم، هذه شروط التوبة لابد منها، والتوبة مطلوبة على عجل، لا يجوز التأخير والتسويف في التوبة. إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. صحيح هذه الآية تقول من قريب، يعني قبل الموت، قبل الغرغرة، هذا المراد من قريب، لأنه إذا بلغت الروح الحلقوم فلا تقبل توبة، يعني الإنسان يجب أن يتوب قبل أن لا تفيده التوبة، لأنه إذا غرغر فلا تقبل توبته، مثل توبة فرعون عندما رأى الهلاك وعاين الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله عز وجل الآن يعني تتوب، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالتوبة هي لابد أن تكون، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لكن أنت هل تعلم نفسك أيها العاصي متى تغرغر؟ هذا هو السؤال،
وذلك التوبة أخذ العلماء بهذا أن التوبة لابد أن تكون على الفور، لا يجوز التسويف، تسويف التوبة من الشيطان، من يقول سوف أفعل سأعطي هذا كله من الشيطان. التوبة لابد أن تكون على الفور، الإنسان لا يعلم متى يغرغر، قد يكون هو جالس ويسقط، هو واقف ويسقط، فلابد من أن تكون التوبة عاجلة. هذا هو السر في عطف الجملة فتلقى بالفاء وبفعل التلقي ليفيد التضعيف ليدل على التلهف. آدم متلهف ومتشوق ومنتظر بفارغ الصبر هذه الكلمة التي تخرجه من المعصية ويتوب الله عز وجل عليه بها. فتلقى آدم من ربه كلمات، والتوبة لا تنتظر ولا يشترط فيها إذن أحد. انتبهوا لهذه القضية، بعض الطلاب سواء كان عندهم شيوخ، سواء شيوخ في العلم ولا شيوخ في العبادة ولا شيوخ في شيء، قد يهمه شيخه أنه إذا أراد أن يتوب عليه أن يأتيه ويأخذ التوبة على يديه ولتكون التوبة أوفر وأكمل. هذا أيضا من الشيطان، احذروا احذروا. الشيخ أحمد زروق رحمه الله يقول في كتاب عدة المريد، بعضهم أتى إلى بعض الشيوخ ليستأذنه في التوبة، ماذا قال له؟ قال له إذا أتتك التوبة فلا تأتني، تب أولا ولا تتوقف على إتيانك علي، لا توقف توبتك على إتيانك إلي، تب أولا ثم إذا أردت بعد ذلك أن تأتيني لأدعو لك لأعلمك لوازم التوبة هذا لا بأس. أما أن تقول لا أريد أن أتوب على يد فلان هذا حرام، لا يجوز. هذا أشبه بفعل النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لا يجوز هذا أبدا. من أتت التوبة في أي وقت، في البر في البحر في الجو، هو نائم هو مستيقظ، عليه أن يعجل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصدق التوبة. ثم أراد بذلك نصيحة من عالم ومن شيخ وكذا، يأتيه كما ذكر الشيخ عمزوك، يأتيه ليدعو له ليعلمه ما يشروط التوبة حتى يتخلص من المظالم، هذا أمر مشروع. لكن يقول لا أني توبتي لا تكون كاملة إذا كنت على شيخ أو يكون كذا، هذا غير جائز، من وسواس الشيطان. لا تهتم بهذا الأمر، عليك الله عز وجل ليس بينك وبينه حجاب، ادعوني أستجب لكم إني قريب، هكذا الله عز وجل يقول، لا يحتاج إلى واسطة توصلك إليه، هذا من فضله عليه تبارك وتعالى. فالتوبة لابد أن تكون عاجلة ولا تحتاج إلى واسطة، والناس لابد أن يعرفوا هذا، لأن الفعل الآخر هذا هو فعل ما كان تفعله اليهود والنصارى، ووصل إليه بعد ذلك حالهم من السوء أن صارت عندهم صكوك غفران، وأنه يأتي إلى الراهب ويعطيه شيء من المال يقول له غفرت لك ذنبك. هذا هو معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار جمع حبر أو حبر، هذه اللفظة أهل الحديث وأهل التفسير يقول حبر بفتح الحاء، وأهل اللغة يقول يجوز هذا ويجوز هذا، والحبر هو الذي العالم الذي يحسن العلم ويحسن الكلام فيه ويتقنه. فكلمة الحبر أو الحبر هي الإحسان، وكان عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة لأنه يعني يحسن العلم ويتقنه ويجوده. ومنه الحديث في الصحيحين، حديث أبي موسى كان يصلي بالليل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه يقرأ، فلما أصبح قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، مطرب، كلام يدخل القلب، إنسان يشعر معه كأنه في الهواء، يتأثر بقراءته مؤثرة. ماذا قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كنت أعلم مكانك لحبرته لك تحبيرا، لو كنت أعلم أنك تسمعني لزدت في التحسين. وكلام أبو موسى يعني لا يقصد به أنه يريد أن يكتسب منزلة، لكن يريد أن يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى أن رسول الله يحب هذا الأمر، ومن الإيمان أن تفعل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى كلام أبي موسى. لا يفهم على مكان آخر الناس يتكلفون
الغناء بالقرآن من أجل أن يقع هذا في موقع الأمراء أو الأغنياء أو كذا، هذا بعد ذلك يكون من الناس الذين تسعر فيهم النار يوم القيامة. لكن الإنسان لابد أن يقرأ ولا يقصد بقراءته أحد، ولا أن ينال بها منزلة ولا مكانة، لكن ليهدي بها قلوب العباد لتقع من نفوس الناس موقعا يهتدون به. هذا هو الذي أراده أبو موسى رضي الله تعالى عنه، لو كنت أعلم مكانك لحبرته لك تحبيرا. اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله، ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا لا يخرجون عن قولهم، يحللون الحرام، يحللون لهم الحرام فيحللونه، يحرمون عليهم الحلال فيحرمونه، يطيعونهم في كل شيء، يطيعونهم في الضلال. هذا معنى اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. طاعة ولي الأمر وطاعة العالم وطاعة الوالد وطاعة كذا هي واجبة، لكنها في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الأمراء والعلماء وولاة الأمور وطاعة الوالدين، كل هذه شرط الإسلام بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الله. فهذا يعني يدفعنا إلى ويجرنا إلى الكلام في معنى كلمة التوبة، لأن في أذهان بعض الناس أن التوبة هي تتوقف على شيخ وتوقف على عالم وتوقف كذا، هذا كلام غير صحيح. التوبة تجب فورا ولا يجوز التسويف فيها، كما أنه لا يجوز التسويف في أي عمل صالح آخر. تريد أن تنفق مثلا في سبيل الله وتقول لا أتركه بعد شوية لما يكثر مالي، تريد أن تعمل شيء من العبادة ومن الصالحات ومن الخير، تقول لا أنا قاعد ما زلت صغير لكن أبدأ في الصيام بعد أصل 40 أو بعد أصل 60، أنت ما أدرك أن تصل 40 و60، قد تموت الآن، ما الفائدة؟ هل يفيدك شيء بعد ذلك؟ تعض عن ندم يوم القيامة عند الحساب. يتمنى الإنسان أن لو كان عنده أحيانا جزء حسنة وليس حسنة كاملة، لأنها تقتحم به العقبة. ويتمنى الإنسان أنه تخلص من سيئة واحدة، لأن هي التي تنجيه، لأن هناك ميزان يوم القيامة، ميزان حقيقي. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالإنسان ما لا يجوز أن يسوي في الطاعات والأعمال الخير ولا البر، لابد الإنسان يغتنم الفرصة، يغتنم بالصحة. أنت الآن بسمعك وبصرك وقوتك وتنتظر حتى تعجز، تعال تتمنى يعني لا تقرأ الآن ولا تتعلم العلم، وأنت الله عز وجل أعطاك بصر وأعطاك بصيرة وأعطاك ذهن، وتؤجل تأجل، يأتيك يوم لا تستطيع أن تقرأ، عقلك يتشوش تقرأ ولا تفهم، فتتصوف إلى أن يفوتك القطار، ما الفائدة منه؟ وذلك التأجيل في كل شيء، حتى الطالب في الدراسة، الطالب في الامتحان، العالم الذي يتعلم، من يؤجل هذا فاشل. ينبغي الإنسان من أول يوم في الدراسة يعتبر كأن الامتحان غدا، هذا هو الذي يريد أن ينجح. وذلك الصالحون والخيرون من المؤمنين السابقون السلف الصالح، يقال في ترجمة بعضهم لو قيل له تموت غدا ما قدر على أن يزيد شيئا في الطاعة التي هو عليها، يعني بالغ الدرجة القصوى، يعني الاستعداد في أكمله، ليس عنده مقدار ولو جزء قليل من الوقت يستطيع أن يضيفه. فهذا هو الذي ينبغي المسلم أن يكون، لأن المسلم يحاسب على وقته ويحاسب على شبابه ويحاسب على ماله ويحاسب على عمله. فإذا ضيع وقته في الهلس وفي تضييع الأوقات وفي إنفاق المال أو تسويفه في الطاعات وفي أعماله وفي دراسته، ثم عندما يأتي الامتحان في مزاع الامتحان 3-4 أيام يريد أن يحاول، ماذا يفيد؟ لا يفيده شيء. طيب، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.